السلام عليكم، اهلا بكم، معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. النهاردة هنعمل تجربة ببجي على جهاز سامسونج A25 النسخة 128 والستة جيجا رام. خلينا نبدأ اللعب على طول. الجهاز ده بيجي بمعالج اقوى من الـ A15 بتاع سامسونج، وطبعا هعرض لكم هنا الحرارة والفريم ريت واستهلاك الرام والحاجات دي. لو عايزين تعرفوا ازاي هسيب لكم فيديو هنا فوق. طبعا الجهاز بعد ما جيت حدث لتحديث واجهة 6.1، اول تحديث ما جاش بعديها تحديث تاني للأسف. التحديث ده حتى كان على الـ A15 ما كانش افضل حاجة، ونزل تحديث بعده وظبط الاداء شوية، لان في تقطيع كبير جدا في الواجهة عموما مش في الالعاب. خلينا نشوف كده هنقدر نلعب على ايه. طبعا تقدر تلعب على الدقة ومرتفعة اللي هي 30 فريم، ومتوازنة ومرتفعة اللي هي 30 فريم بس، واضح ان هي مفيش الالترا، المفروض ان هي ال 40 فريم. لو انت بتستخدم جيروسكوب، الجهاز بيدعم الجيروسكوب. خلينا نجرب كده جيم ونشوف، نشوف اربعة كده يخسرونا. طبعا هتلاقي الفريم ريت هنا، هتشوف الفريم ريت ثابت ولا لا، ودرجة الحرارة بتاعت الجهاز. الجهاز بيجي بسماعتين، سبيكر من تحت والسماعة اللي فوق دي برضو، بصراحة جودتها جميلة جدا. واجهتني مشكلة كده مع شبكة اورنج على الموبايل ده، ان هو بيفصل الشبكة فجأة، رغم ان هو ما بيفصلش المكالمات، يعني يجي لك مكالمات عادي بس بيفصل الشبكة اللي هي الانترنت. هنشوف بعد التحديثات الدنيا هتظبط تاني ولا لا، بس هي مع شبكة اورنج. انا بجرب عليه اورنج وفودافون. طبعا في جيروسكوب اهو، مش عارف واضح ولا لا قدامكم، بس في الشاشه بتاعت التليفون ده جميله جدا بصراحه مقارنه بالاي 15. الجهاز ده هتلاقيه بسعر 128، هتلاقي في المحلات مثلا ب 9100 بالمصري. طبعا هو يتراوح ما بين الرينج ده والرينج ده. نسخه 256 للاسف كسر 10000. انا شايف ان الجهاز مظلوم فعلا من سامسونج بالتسعير ده. شكله فاهم، نزلنا في حته ما فيهاش صريخ ابن يومين. انت خدت السلاح اللي هنا؟ شفتوه؟ هو انا هضربهم بالروسية انا ولا هعمل ايه انا؟ ده جيروسكوب هنا حلو جدا زي ما هو واضح. انا اعتقد السامسونج مش مفعلة ال 40 فريم على المعالج ده علشان سخونيته العالية. لو انت مثلا بتتصفح الفيسبوك في الصيف ده، مش شرط الحرارة تبقى عالية قوي، بس هتلاقي الجهاز دافي معاك اثناء التصفح اثناء المشاهدة، والبطارية بتطير شوية. انا بضرب له واحده يا شباب. على هادي يا شباب، على هادي. على هادي يا شباب. ده شويه بوتات كده قطفتهم على السريع. انا معايا موبايل جديد وممكن ابهدلكوا جامد. يلا بس. اي 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 الله بوك. يلا اطلع بينا يا اسطى على الكورنيش. خمس كيلات كده على السريع. خلينا نجرب نسجل الفيديو. الجهاز ده فيه تسجيل فيديو للشاشة نيتف موجود في الجهاز نفسه، مش بتحتاج ان انت تسطب مسجل شاشة خارجي. حد عامل لنا كمين هنا ولا ايه؟ رائع يا شباب، رائع. كان معبي الواد ده.
على الهادي يا شباب، على الهادي. نهارك لذيذ. شوف شوف، لسه قاتل صاحبك هناك يا اسطى. انا وقف تصوير. ينفع كده؟ ينفع كده؟ ينفع كده ترمي عليا مولوتوف يا اسطى؟ بس درجة الحرارة انا شايفها ستة مثلا، توصل 37 بقى كده تقل، والحرارة دافية مش حاجة عالية قوي. اعتقد لو لعبنا على جرافيك اعلى طبعا هنعرف بقى مع تجربة اقوى الالعاب في فيديو تاني طبعا غير ده، بس انت لو لعبت وال 30 فريم دي اعتقد الاداء ظريف يعني وثابت كمان. طبعا انا بجرب التليفون في تشغيل تكييف على 47 عشان الكهرباء، طبعا الظروف المحيطة بتأثر على حرارة التليفون. ما تفتكرش مثلا درجة الحرارة بره هتبقى 50 وانت قاعد تلعب ومنتظر ان التليفون تبقى حرارته 30 يعني. الحمد لله بيسا ما جاتش لحد دلوقتي. مين اللي قطفك يالا؟ مين اللي ضرب صاحبنا؟ يلا يا عم شد الأرنوبة بتاعتك دي، مش هيجي ولا ايه؟ ابيس بيساعدها في الخلفية، اتفقت معاها ان انا اديها علبة تونة بحيث ان هي ما تجيش تبوظ لي الفيديو، رغم ان انا عندي شعور ان هو كده هيبوظ مش عارف ليه. راح فين؟ اي 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 اهو يا ابني ما كنتش شايفه، ما كنتش شايفه. البطاريه دلوقتي بقت 88%، مش فاكره كانت في اول الفيديو كام. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير الفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس، ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو، ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحه، وادعوا لاهلنا في غزه عسى ان تكون ساعه استجابه. اترككم في رعايه الله وانا، سلام عليكم.